سيد ماثيو برودسكي من واشنطن، إذا ما أردنا مزيدا من الدقة سيد برودسكي، هل نحن أمام حالة من حالات الإرهاب المحلي الأمريكي أم حالة من حالات التطرف، تطرف فكري أو تطرف سياسي؟ حقيقة الإرهاب المحلي في الوقت الحالي يتم استغلالها من قبل الأطراف السياسية، الأحزاب السياسية كما نرى وكما سمعنا من زميلتنا، فهذه الأطراف والأحزاب السياسية ربما تجد بعض العنف منخفض المستوى فيما بينها. الكثير من الإرهاب المحلي كما نرى هناك إعادة تعريف له من قبل اليسار، مطالبات بأن كل شيء يكون محفز بسبب العنصرية أو الإرهاب. في 6 يناير كان هناك الكثير من الأغبياء الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وقاموا بالتمرد. هؤلاء لم يكن لديهم أي خطة ولم يكن لديهم أي فعل ليقوموا به، كانوا يقومون سريعا بالبحث عن حل لما نراه هجمات قائمة على العنصرية ضد الأسيويين والأفارقة، حيث قتل من بين الأسيويين وهذا بعض الأفراد، وهذا أمر مريع في هذا البلد. هذا البلد بالكامل ضد مثل هذه الأفعال. علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه إذا ما أتى شخص إلى المستشفى وقرر أن يقتل مجموعة من الأطباء، ربما ينتهي به المطاف أن يقتل يهود ومسلمين، الكثير منهم يحبون. عفوا سيد برودسكي، عفوا على المقاطعة، اسمح لي وأعلم أن هناك ترجمة أعلم، ولكن أنا بحاجة إلى مقاطعتك الآن. طيب سيد برودسكي، لدينا 3 مفردات، لدينا إرهاب، لدينا عنف، لدينا تطرف. ما الذي كان يعني تحذير تقرير CIA؟ هل يحذر من هذه المفردات الثلاثة أم من شيء بعينه؟ التعريف الوحيد الذي يهمنا هو مقاضاة الإرهاب المحلي في الولايات المتحدة. كيف تعمل الشرطة الفيدرالية على هذا الأمر؟ لديها طريقتها. تعمل على مواجهة هذا الإرهاب المحلي، حيث نجد الناس متحفزين. إذا ما كان هناك مذنب يقوم بارتكاب الجريمة، نجد أن هناك قوانين جنائية في الولايات المتحدة تتولى مسؤولية مقاضاة هؤلاء. في أوكلاهوما في 1995 كان هناك حادث إرهابي فردي، كلنا يعرف ذلك، ولكن من قام بهذا الفعل الإرهابي قد تم إدانته بأنه فعل جنائي تقليدي، وهذه الأفعال الجنائية واردة في الكتب وفي القوانين. هذه أدوات تستخدمها الوكالات الأمنية والشرطة الفيدرالية في التعامل مع الإرهاب الأجنبي خارج حدود البلاد، وإذا ما كان هناك روابط يمكن أن تؤثر على المحليين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية.